بسم الله. دلوقتي انا عايز اعمل دايمنشن في الاوضه دي مثلا، بختار دايمنشن واقول له ادخل المرتين هنا. بلا عندي شويه اختيارات هنا، ديت الاختيار العادي بتاعنا اللي هو ان انا بختار مثلا اول حاجه مثلا لو هي 5 سم واللي بعدها 5 سم يكتب هنا 5 سم وهنا 5 سم واللي بعدها 10 وهكذا. هنا بيكمل على بعض، يعني لو اول واحده 5 والتانيه 5 واللي بعدها 5 تبقى هنا 5 10 15 وهكذا. فانا اختار اول واحده، وبعد كده برجع اشوف بقيه الاختيارات. اجي هنا اقول له انا عايز الحته دي كلها، عمال على نقطتين هنا، انا عايز مثلا نقطه من هنا والنقطه ديت، وعايز الحته دي كلها. دلوقتي انا حددت النقطه اللي انا عايزها، هدوس في اي حته فاضيه مرتين هيبدا يعمل لي الدايمنشن بتاعي. تمام. طيب لو انا عايز ابص على الاختيارات اللي عندي، هدوس هنا مرتين وابدا اشوف، بلاقي هنا ده الدايمنشن. طيب هنا هبدأ اشوف المسافة دي قد ايه، ممكن اكبرها زي ما انا عايز او مثلا اخليها مثلا 90. تمام. الحتة الزيادة دي هتبقى قد ايه، الويتمس لاين انهي نوع فيهم، هل هو الشكل دوت ولا الشكل دوت. الماركر تايب عندي اشكال كتيرة ابدأ اختار منها، وليكن مثلا الشكل دوت الماركر تايب. الماركر اند ويتنس اوبشن، الماركر سايز قد ايه، لو انت عايز تكبر مثلا، انا وانا ماخد السهم حجم السهم عايز يكبر مثلا. وهنا البولد والاي اتليك والاندرلاين لو عايز خط تخين او مايل او تحت خط. دايمنشن ديتيلز بيعرض لك الهايلايت اوف اوبننج از ويل التاج. اوكي. طيب خلينا نبدأ نرسم تاني الدايمنشن. أبدأ أختار الحتة ديت، أختار النقطة هنا والنقطة هنا، وأبدأ أختار الحتة دوت ودوس في حتة فاضية. ألاقي إن شكل السهم زي ما أنتوا شايفين اتغير وخد الشكل دوت، شكل السهم اللي هو متقبل.